شفت صعيبه نظرا لارضيه الميدان اللي كانت معناها قلقتنا برشا، لكن حضرنا مقابلتنا. احنا كنا من الاول محضرين على اساس معناها مش تلقاو الصعوبات هذه. نعرفوا سيدي بوزيد جمعيه كبيره عندنا وكان في ناسيونال حضرنا لها مليح، درسناها مليح. ميتون الاول ما دخلناش في الطرح بالكوم الفو على خاطر ماني كيما قلت لك الترنا قلقنا برشا. دوزيام ميتون قعدنا نجريو في المقابله وقعدنا معناها دقيقه بدقيقه ودرج بدرج باش معناها نوصلوا المقابله للانتصار. ولا خاطر كنا منين انه فما مهاجم من المهاجمين تاعنا مش ينجم معناها يقدم الطرح كيما قلت يقدم البوت كيما نقولها فهمتني. برسا المقابله هذه تو تعديت، نحضروا المقابله الجايه اللي في الشباب ان شاء الله اولمبيك مدين، نخدموا ايتاب بار ايتاب. وعندنا ثقه في اولادنا وعندنا ثقه في الاطار الاداري نتاعنا رغم الصعوبات. ما كنت عارف عندنا صعوبات كبيره معناها الماليه بالخص، لكن باذن الله ماشيين في الثنيه الصحيحه وماشيين با با باش نرجعوا لبساطنا ان شاء الله.